سأعطيكم أولا نبذة صغيرة عما حدث ثم نرى أول فيديو للنجم عادل إمام أمس بعد شائعات وفاته. في مواجهة للشائعات التي تلاحق مسلسل فالنتين والحديث المستمر عن العراقيل التي تواجه تصويره والأحوال الصحية التي تواجه بطله عادل إمام، بات لزاما على صناع العمل أن يثبتوا عكس هذه الأمور يوما بعد يوم. هذا ما فعله مخرج المسلسل رامي إمام المشارك أيضا في إنتاج المسلسل، بعدما نشر مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي التقطت مساء السبت 19 أكتوبر 2019 للزعيم عادل إمام أثناء مشاركته في تصوير عدد من المشاهد بالمسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. وظهر عادل إمام بصحة جيدة يتابع تصوير المشاهد المتبقية من العمل، والذي خرج من العرض في شهر رمضان الماضي بشكل مفاجئ لم يعتدي عليه جمهور عادل إمام طوال السنوات الماضية. وأخذ رامي إمام يلقب والده بالأستاذ حينما يتحدث عنه في مقاطع الفيديو التي نشرتها الشركة المنتجة للعمل، بعدما ظهر عادل إمام بصحبة داليا البحيري في مقطع من المقاطع. كما ظهر وهو يصور مشهدا من المشاهد بصحبة حمدي المرغني الذي كان يتواجد داخل أحد المستشفيات إثر حادث تعرض له، وكان عادل إمام يتوجه من أجل الاطمئنان عليه. وإليكم الآن الفيديو. يا حبيبي ما كانش لي قولك يا ابني بطني. ده انا يوم ما كنتش قاعد في عزاء وانا مش واخد بالي يا حبيبي يا ابني يا حبيبي. بتخش يا استاذ؟ نور. في أخرى نشرت الصفحة الرسمية للفنان عادل إمام على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة له تجمعه بأحفاده الستة من ابنته سارة ونجليه المخرج رامي إمام الذي يتعاون معه في معظم أعماله. وأظهرت الصورة الشبه الواضح الذي يجمع عادل إمام بأحفاده وحبه الشديد لهم، ونالت إعجاب عدد كبير من متابعي الزعيم بعد تداولها عبر مواقع التواصل المختلف، وانهالت عليها التعليقات التي تتضمن أدعية له بالسعادة والصحة، خصوصا بعد انتشار شائعات وفاته بشكل كبير مؤخرا. هنا صورته مع أحفاده الستة، صورة عائلية جميلة. عادل إمام ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة التقالية في مصر. تخرج من كلية الزراعة وبدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 1962. بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل البحث عن فضيحة مع ملفة أمين وسمير صبري، وعنتر شايل سيفه مع نور. في لقطة من أحد أفلامه. تم اختياره عام 2000 سفيرا للنوايا الحسنة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبذلك أصبح معروفا على المستوى السياسي العالمي. هالة الشلآن هي السر الأكبر في حياة الزعيم عادل إمام، ورغم أنه ارتبط بها فقط ولم يتزوج من سواها، إلا أن هالة الشلآن ظلت دائما خلف الستار ولم تتصدر المشهد. دي مراته اللي ما اتجوزش غيرها، هالة الشلآني. هالة الشلآني طلبت من الفنان عادل إمام في بداية حياتهما الفنية أن يبعدها عن الإعلام، ورغم أنه كان من الممكن لها أن تتباهى كونها زوجة الزعيم، إلا أنها فضلت أن تكون في الخفاء. تعرفت هالة الشلآني على عادل إمام بالصدفة، حيث كان الزعيم في منزل صديقه سمير خفاجة، وكانت هالة جارة سمير خفاجة، ووقتها كان عادل بصحبة عدد من زملائه. عندما رأوها من الشباك بدأوا في معاكستها عكس عادل إمام الذي التزم الصمت. هالة أعجبت جدا بأخلاق عادل إمام، وبدأوا يتعرفون على بعضهما، وزادت الصلة بينهم، وبدأ الحب يسيطر على الزعيم رغم أنه لم يكن ينوي الزواج مبكرا. وتم الزواج، ووقتها اشترط عادل إمام على هالة الشلاني عدم الإنجاب. كان عادل يريد أن يتروى في مسألة الإنجاب، وخاصة أن لديه أحلاما كبيرة يتمنى تحقيقها، ولكن فاجأته هالة بحملها الأول، فطلب منها عادل أن يكتفوا بواحد،
ولكن تبعتها مرات أخرى حتى أنجبوا ولدين وبنت، عادل إمام وزوجته هالة الشلاني. ده محمد عادل إمام هالة تقول أنها لم تشعر يوما بالغيرة على عادل إمام، وخاصة أنها تثق به جدا وتعرف أنه يحبها ومخلص لها. عادل إمام وزوجته في شبابهما، دي صورة نادرة تانية ليهم. هنا الزعيم عادل إمام في لحظة كتب كتاب ابنته سارة. هنا سارة عادل إمام مع زوجها. وفي صورة نادرة يظهر الفنان الراحل مصطفى متولي مع زوجته شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، وهما برفقة ابنائهم وهم أطفال. الفنان الراحل مصطفى متولي بدأ حياته الفنية من على خشبة المسرح، حيث مارس التمثيل كهواية في المسرح المدرسي وهو لا يزال طفلا. وعقب تخرجه من معهد الفنون المسرحية انضم لمسرح الحكيم الذي شارك من خلاله في عدة مسرحيات، منها يا سلام سلم والحيطة بتتكلم وغيرها. دي الصورة النادرة مصطفى متولي وزوجته شقيقة عادل إمام. كما شارك بعد ذلك في العديد من الأدوار المتنوعة بالسينما والتلفزيون المصري، وكان قاسما مشتركا في أكثر من عمل مع الفنان عادل إمام، حيث لاقى قبولا جماهيريا واسعا مما شجعه على هنا في المسرحية من مسرحيات مصطفى متولي وعادل إمام، مما شجعه على استكمال مشواره بنجاح وتألق كبير رغم عدم إسناد أدوار البطولة له في الكثير من الأعمال. وقد ورث عنه نجيه عمر حب التمثيل، حيث بدأ حياته الفنية من على المسرح واشتهر من خلال دوره في مسرح مصر مع الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم العرض، كما شارك في عدد كبير من الأفلام والأعمال الدرامية. ده عمر مصطفى متولي، مع الشمال مصطفى متولي الفنان الراحل. ده عمر خاله يبقى عادل إمام، وأبوه مصطفى متولي. هنا شهاب في رمضان مبروك، معروف في عمل الفيلم. الفنان عمر متولي هو الطفل الذي شارك الفنان عادل إمام في فيلم بوبس. دي لقطة تانية مع فيلم محمد هنيدي. هنا صورة للزعيم عادل إمام أثناء تصوير فيلم غبي منه فيه، وإلى جانبه الفنان هاني رمزي والفنانة نيلي كريم وابنه رامي مخرج الفيلم. دي صورة نادرة، رقصة بين عادل إمام وملحم بركات وشريهان. دي برضو الراحل عوض محسون أحد نجوم ضرب الزلق مع الزعيم عادل إمام، كلها صور نادرة. دي صور عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي من كواليس مسرحية مدرسة المشاغبين. دي صورة نادرة جدا للزعيم عادل إمام مع صالح سليم رئيس النادي الأهلي. دي مع الزعيم الراحل ياسر عرفات. صور نادرة وقيمة جدا. دي صورة جميلة برضو عادل إمام وابنه، تم التقاط لهم صورة مع نجمي الأهلي في السبعينيات النجم محمود الخطيب وشط، هنا مع زملائه أيام الجامعة. هنا مع أحد أبناء القوات المسلحة. دي من مدرسة المشاغبين برضو، أحمد زكي ويونس شلبي وهادي الجيار. لو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.
نفى مصدر مقرب من أسرة الزعيم ما تردد عن تدهور صحة عادل إمام بشكل كبير، مؤكدا أن الزعيم بخير، وطالب بعض مثيري الشائعات تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن صحة الزعيم. وقال المصدر أن أسرة مسلسل فالنتينو اضطرت إلى إيقاف التصوير نظرا لبعض التعثرات وضيق الوقت المتبقي على شهر رمضان، خاصة أن استئناف التصوير خلال هذه الفترة يجعل أسرة العمل تضطر إلى تصوير مشاهد المسلسل طوال شهر رمضان نفسه. وأضاف أن المسلسل من المقرر أن يتم عرضه خارج السباق الرمضاني على أن يستأنف تصويره عقب موسم عيد الفطر، ولم يتحدد موعدا نهائيا لعرضه، خاصة أن فريق العمل يتمنى التصوير بأريحية كبيرة لخروج المسلسل في أفضل صورة. الفنان القدير عادل إمام. ورغم أن الزعيم عادل إمام نادرا ما يحضر العروض الخاصة بالأفلام، لكنه فاجأ الوسط الفني بحضور العرض الخاص لفيلم مولانا وسط ترحيب كبير من كل الموجودين. ولم تكن مفاجأة إمام عادية، بل أنه حضر العرض برفقة شقيقه الأصغر حصان الذي لم يحتاج إلى التعريف بسبب الشبه الواضح بينهما. انتوا ايه رأيكم؟ هو اللي على اليمين دوت عصام وعمرو سعد منهم. يذكر أن الزعيم يكبر شقيقه بسنوات عديدة، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منذ فترة صورة قديمة للشقيقين من العرض الخاص لفيلم النمر والأنثى في عام 1987. دي الصورة القديمة من 1987، دي صورة تانية ليهم.